السلام عليكم بنات، كديرين؟ بخير، كلشي مزيان، كلشي وداك. ان شاء الله دايما 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 تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها كلها مزيانه ان شاء الله. العين خارجين البنات، الشعر ما هوش. انا دابا وليت شنو تندير البنات، غير تنجيو تنجمع شعري، لانه راكم عارفين ما بقاش فيه واحد النضاره باش غندير ليه شي مشيطه وداكشي. المهم بلاش ما نطولش عليكم، بغيت غير نقول لكم في هذا الفيديو هذا قبل ما نبداوه ان شاء الله مع بعضياتنا، دخلوا شاركوا عند البنات ديال المسابقه. بغيت نقول لكم البنات دخلوا شاركوا عندهم، وما تنساوش انكم تخليو لهم يعني دخلوا عندهم وتشوفوا القنوات ديالهم باش نتوما تاكدوا. والله الا قنوات زوينين غتستافدوا منهم وغيعجبوكم. كاينين البنات يصايبوا داكشي ديال الديكورات، البنات يديروا داكشي ديال شي حاجات اللي غتستافدوا منها. غير دخلوا ردوا عليا الاخبار واش عجبكم القنوات، وما تحسيش راسك انك ضيعتي الوقت. غتكوني غتستافدي انك ان شاء الله يكون عندك واحد الحظ انك غتربحي، وفي نفس الوقت قنوات اللي تتسهل الدعم. الصراحه عندهم ما يقولوا، كاينين بنات يديروا داكشي ديال الديكورات، بنات يديروا داكشي ديال يعني تيديروا تيبينوا لك البلدان اللي هما عايشين فيهم، تتلقي واحد النظره على بلدان جديده وبزاف د الحوايج. ما تنساوش تشاركوا عندهم البنات. طريقه المسابقه غادي تلقاو كيفاش تشاركوا عندهم البنات في المسابقه، كاينه في صندوق الوصف. وكذلك المسابقه منين غتدخلوا تشاركوا عند البنات، حتى هو الرابط ديالها كاين في صندوق الوصف. وحاجه الاخرى اللي بغيت نقول لكم بلاش عافاكم، دخلوا شجعوهم شويه المشاهده، دخلوا تفرجوا عندهم، دخلوا شوفوا القناه ديالهم بوحده بوحده، شوفوا لهم شويه فيديو تفرجوا فيهم، شوفوا. المهم باش تلقاو واحد النظره شامله باش تعرفوا المحتويات اللي نتوما غادي تتبعوهم كي دايرين. اصبحت لي منبجق الصراحه، نحس براسي ما هياش. المهم بلاش ما تنساوش تمنيات الرابحات ان شاء الله، 700 درهم لكل وحده، نتمنى لكم كاملين ان شاء الله. الله يسخر الجميع والله يفرحكم، واللي تي ان شاء الله محتاجها يربحها ان شاء الله. وقبل ما نبداو هذا الفيديو ان شاء الله. المهم البنات، قبل ما نبدا لكم هذا الفيديو هذا، قررت انني غندير لكم هذه لابارتي. ما كنتش بغيت نهضر لكم في هذا الموضوع في هذه الايامات هذه، ولكن ما تنبغي نخبي عليكم حتى شي حاجه، يعني اي حاجه تنبغي نبارطاجيها معكم، خصوصا شي حاجه اللي تكون فيها الفايده، يعني ضروري تنبغي نبارطاجيها معكم، لازم لازم لازم. اش بغيت نقول لكم البنات في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي انا الصراحه متشوقه بزاف باش نبدا فيها، وبغيت باش نبارطاجيها معكم حتى نتوما ان شاء الله غتستافدوا معايا في هذا الشيء اللي انا غادي نديرو، وكتشجيع وتحفيز لكم البنات كاملين، البنات اللي جالسين في الدار. حتى انا منكم، حتى انا راه جالسه في الدار، يعني الوحده تكون عندها مسؤوليه، بلا تيسولوني تيقول لي واش غتخدمي، واش هادي، يعني تتفكري تخدمي مستقبلا، يعني تنفكر انني مثلا نخدم شي خدمه تكون تخرجي من الدار. ولكن حاليا يعني كل واحد تيتلهى وتيهرس روتين، تتعرف على ناس جدادين، حتى الثقافه ديالو البنات يعني الفكر ديالو تيزيد ينمى، منين تيتعرف على ناس داكشي اللي تكونوا مثقفين وهذا التفكير ديالو تيزيد ينمى. فداك الشيء علاش انايا حاليا الجلسه بحال هكا غير في الدار، ما تندير حتى شي حاجه زعما اللي تكون فيها شي حاجه ديال الدماغ. انا عزيز عليا نحرك الدماغ ديالي، شي حاجه ما فيهاش الدماغ ما تن عزيز عليا القرايه، عزيز عليا واحد الوقيته يعني تنخرج من ديبلوم تندخل في ديبلوم اخر. فانايا قررت انني غندير واحد الحاجه وفرحانه فيها بزاف، فرحانه بها بزاف، وبزاف البنات سولوني عليها، لانني ديجا بارطاجيتها معكم في القناه. الا تذكرتوا البنات نهار قلت لكم واحد بنت خالتي دارت المشروع ديالها زيوت طبيعيه، يعني المنتجات الطبيعيه منهم بزاف د الحاجات بحال داكشي ديال الصابون البلدي. انا ندخل لكم في لي ديتاي كاملين باش نشرح لكم، البنات اللي باغيين يدخلوا حتى هما يديروا بحالي. يعني غير في الدار البنات غايقول لك كيفاش انتي حامله، داكشي غير في الدار، يعني جالسه في الدار الوحده، واخا يعني جالسه في دارها وغادي تبدا قرايتها، يعني جالسه في الدار كيكون واحد الوقيته تخصيه في نهارك، يعني راه في النهار تنديروا العجب، يعني ممكن ديري تقراي تخصي واحد النهار جالسه في دارك وتقراي داكشي اونلاين. غير حنايا باقي شويه الثقافه ديال القرايه اونلاين تجينا شويه في شكل، ولكن القرايه اونلاين راه بحالها تماما بالعكس، راه تطلع احسن من القرايه اون يعني اون ديريكت. الا كان فيك مثلا الحشمه، الا كنتي تقدري ما تقدريش تواجهي الاستاذ، تقدري تقولي استاذ هذيك كتسولي مع راسك حتى حد ما شاف لك وجهك. المهم البنات بغيت نعطيكم فكره على ان شاء الله هاد الدوره اللي غادي ندوزها ان شاء الله باذن الله. هاد الدوره هادي البنات بغيت نعطيكم التفاصيل باش نتوما، انا راه يعني بلا هاد الفيديو اللي غندير لكم دابا ندوي فيه، انا اصلا صافي يعني فيكسيت الامور ديالي مع الناس وداكشي باش غنبدا معاهم ان شاء الله. نهار اللي غتبداو غنكون انا تنقرا معاكم، نهار اللي غتبداو حتى انا غنكون باديه معاكم. غير هو بغيت نعطيكم تفاصيل البنات اللي باغيين يدخلوا حتى هما وباغيين يستافدوا ويديروا شي حاجه اللي تفيدهم ويديروا مشروع ديالهم، لانه هاد الشيء تيقدر يفيدك. فهذه اللي عقلتو، كنت قلت لكم واحد بنت خالتي دارت هاد الشيء ودارت المشروع ديالها البنات،
ولا عندها صفحه ديالها وتبارك الله دابا راه المنتوجات ديالها مشهوره. ما غاداش نقدر نذكر الاسم يعني ما كاينلاش نجبد الاسم وداكشي لانه المدرسه ما خصش الوقت. كاين اللي ما تيبغيش يقول فين قرا وفين هادي وهادي، كاين اللي ما تيبغيش يقول فين قرا وما تيبغيش يدخل نفسه يعني ويعطي كما تيقولوا سير المهنه، فما كاينلاش غادي نقول الاسم ديالها. يعني الباج ديالها راه كبيره ولات معروفه في ظرف وجيز اللي عقلته من داك المره. ما عرفتش الفيديو واش باقي ولا تمسح عندي في القناه من الفيديوهات وقيله القدام الفيديوهات القدامين. دارت المشروع ديالها، الماركه ديالها ولات معروفه، يعني مشيه لها الامور وداك الشيء كامل بسبب هذه الدورات التدريبيه. رغم انه داك الوقيته الامتيازات اللي كانوا ماشي هما الامتيازات اللي كاينين دابا، يعني الامتيازات زادوا كثر دابا شي حاجه اللي طوب ديال بصح. البنات لعقلتش على هذه الكلمه طوب ديال بصح. المهم البنات غندخل لكم في التفاصيل. هاد الدوره هذه البنات فيها جوج الاستاذات والدكتورات، استاذه والدكتوره كاينه وحده سميتها اسماء حركات، والاستاذ والدكتوره وداد الحلاوي، هادو جوج دكتورات استاذات اللي هما اللي مكلفين وهما اللي معتمدتين كما تيقولوا في هاد الدوره التدريبيه من طرف المعهد الامريكي الدولي للتدريب. يعني هذه الشهادات البنات اللي غندخل لكم في التفاصيل ديال هذا الشهاده الامريكيه، معهد امريكي، يعني كاينه شهاده وكاين دبلوم، يعني كاين شهاده اللي هي تنقولوا سيرتيفيكا وكاين دبلوم اللي هو دبلوم البنات اللي راكم عارفينه. انا غندي عطيكم الامتيازات وانا شنو غادي ندير وشنو باش غنصحكم. قبل البنات في هذه الدوره التدريبيه تتعلموا صنعوا جميع المنتوجات الطبيعيه كما طاحت لك على البال، اللي تيبانوا لك تبيعوهم في الانستغرام، اللي تيبانوا لك الناس يعني منتجات اللي تلقاي وحده دايرهم بسميتها. يعني هذا معهد اللي هو قلت لكم معتمد من طرف امريكا، معهد الامريكي يعني الدولي، اللي تيعلمك تصنعي منتجات. يعني هادشي كاين في المغرب واي وحده فين ما كنتو البنات في اي بلاد تقدروا تسجلوا. انا غنعطيكم التفاصيل. كان تدريب في الواتساب الى عقلتو داك الايامات كنتي تقراي في الواتساب مع البنات وداكشي بنادم تيتحاور، ولكن حاليا انتقلوا من المرحله يعني طوروا بزاف د الحوايج كبروا كما تيقولوا المشروع، فما بقاش في الواتساب، ولا الدوره التدريبيه بفلوسيت يعني موقع خاص اللي هو تتفش تسجلي تيدخلك مع الجروب وكتبداي تقراي اونلاين، يعني فلوسيت يعني سيت رسمي اللي تتقراي فيه. قبل كانوا البنات بوحدهم اللي تيقدروا تسجلوا، الا كانوا الاولاد تيتفرجوا فيا ولا عندك خوك ولا عندك شي حد من عائلتك، حتى الاولاد دابا حاليا حتى هما يقدروا يديروا المشروع ديالهم حتى هما يقدروا يتسجلوا. قبل كانوا غير البنات، دابا رجال دراري، يعني مهم كما كانت الفئات يعني الفئات العمريه كما كانت تقدري تدخلي تسجلي، يعني باش بنادم تيقدر يدير المشروع ديالو، ماشي بالضروره تكوني غير بنت ولا امراه ولا هذه، اي فئه عمريه سواء صغيره سواء كبيره، المهم انك تتعرفي تقراي شو تعرفي تمانجي راسك. غندخل لكم في واحد النطاق اللي هو مهم بزاف. الدورات كاينين البلاد جوج، كاينه الشهاده اللي قلت لكم عليها سيرتيفيكيت اللي هي سيرتيفيكا، هذه فيها دوره ديال شهر وهادشي كله كما قلت لكم اونلاين، واللي هي البلاد شهاده معتمده من المعهد الامريكي، هادشي كلشي يعني معتمد من طرف المعهد الامريكي. وكاين البلاد الميزه الثانيه اللي هي كما قلت لكم دبلوم معتمد من طرف المعهد الامريكي، اللي هي اول مره في المغرب صراحه ما كانش شحال هذه في هادشي ديال المنتوجات وتصنيع مواد طبيعيه، ما كانش في المغرب ديبلوم، كانوا فقط شهادات تتلقاي بزاف في المدارس، ولكن تتلقاي ولا تتلقاي بزاف الدورات تيكونوا تتلقاي فقط كاينه شهاده، ولكن دابا هادو اول مدرسه يعني اول معهد غادي يدخلوا سميتو اول معهد غادي يدخلوا ديبلوم، يعني هذه لاول مره في المغرب. المهم البنات دابا انا شنو درت، قيدت داكشي فرقه لي باش نعرف نميز ونشوف ونفكر، قلت لها نفكر انا نشوف شنو هي الحاجه اللي غادي تناسبني باش نشوف حتى انا قيدتهم لنفسي وقيدتهم لكم حتى نتوما باش نتوما تعرفوا اشنو كاين باش ما نزقل لكم حتى شي حاجه، كل وحده تعرف راسها اشنو تديروا. انا غنعطيكم النصيحه ديالي شنو ديروا، يعني كما نبغي لنفسي غنبغي لكم نتوما، ما نكذب عليكم حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات اللي غيدخلوا الشهاده اللي هي سيرتيفيكيت اللي هي سيرتيفيكا تتكون مده شهر، لانه ضروري اي حد من البنات شي حاجه تبغي تقراي داكشي قيدي في ورقه وبدي تحلي مع راسك شنو غيناسبك وشنو غيناسبك. البنات كما قلت لكم مده ديال شهر 30 يوم، ولكن بالنسبه للشهاده البنات اللي هي هذه سيرتيفيكيت اللي هي ديال شهر ما فيهاش المتابعه من بعد، يعني صافي تتعومي بحرك كما كيقولوا.
يعني كتكملي 30 يوم ديالك كتسولي فيها، تقدر تسولي اي سؤال يعني في السيت وداك الشيء، تتكوني منخرطه معاهم البنات يعني تيقراو معاك، تيكونوا دي جروب داك الشيء منظم ومقاد ومصايب، ولكن ما تتكونش متابعه من بعد. غنعطيكم الامتياز اللي كاين في الدبلوم. المهم انا غنعطيكم هادشي بالنسبه اللي باغا تقرا شهر، تيبقى الاختيار ديالها. شنو تتعلمي في هاد الشهر؟ تتعلمي تصيبي الصابون، صابون الصلب يعني اللي ديال الغسيل الوجه وغسيل اليدين، كتعلمي جميع انواع الكريمات البنات، واقي الشمس اللي هو ليكرون سولير، الصابون البلدي، الكوماج، كتعلمي تصيبي كرات الحمام الفواره اللي عرفتهم البنات هذوك اللي تلوحوهم في الحمام في البانيو ديال الحمام وتيديروا تيبقى تتذوب تترولاكسي الدات، حتى هذوك تتعلمي تصيبيهم. وتتعلمي تصيبي هذا مرطبات ديال الوجه ديال اللحم، وهذا وداكشي ديال البوتور وديال التجاعيد، الكريم ديال التجاعيد، داكشي ما يخص هادشي انا غنعطيكم بالديتاي باش تلقاي راسك تفرزي شنو نتي باغا تقراي. وبالنسبه لهذا السيرومات البنات، تتعلمي تصيبي سيروم ديال الشعر ديال الوجه، وكما قلت لكم ماسكات يعني اللي هما ماسكات ديال الشعر ديال الوجه، هادو هو اللي تتقراي في هاد الدوره ديال الشهر. يعني هادشي يعني حتى هو فيه خير والبركه، ولكن الا قريتي الدبلوم تتقراي 3 شهور البنات كامله مع الاساتذه اللي هي استاذه اسماء والاستاذه والدكتوره وداد، تيبقى عطاوك الخاطر ديال بصح حتى تتعلمي ويدخل لك داكشي للدماغ. 3 شهور البنات عندك هذه في الدبلوم، كيجاوبوكم على التساؤلات ديالكم كاملين يعني من ا ل ز، ما غاديش يخليوك انك ما تفهميش شي حاجه، تيجاوبوك على كل شيء. فشنو تتعلمي البنات؟ تتعلمي داكشي كامل اللي قلتو لكم في الاول اللي هو الصابون الصلب، انواع الكريمات، واقي الشمس، الكريمات ديال التجاعيد، لي كوماج، داكشي كامل اللي قلتو لكم في الاول. اش تزاد عليه؟ هذا زايد نغزه لانه كيقول لك زيد الماء زيد الدقيق. زايد عليه تتعلمي تصيبي شامبو، تتعلمي تصيبي ديميل، كتعلمي تصيبي شامبو، تتعلمي تصيبي المراهم العلاجيه يعني مراهم داكشي علاجيه، داكشي كلشي بالتدقيق بالقرايه ماشي شي حاجه عشوائيه. وحاجه اخرى تتعلمي تصيبي جيل دوش، وتيكون عندك واحد الامتياز اخر البنات في هاد الدبلوم. انا اختاريت الدبلوم صراحه لانه الدبلوم فيه امتياز كثر، يعني بحال بنت خالتي صراحه فاش قرات كانت خدات الشهاده، ولكن انا بغيت ندير الدبلوم. علاش البنات؟ يعني لو كان هي غادا تاخد ديال الدبلوم، ولكن ديك الساعه ما كانش دبلوم البنات، كانت غير الشهاده. دابا طوروا واللي زاد تطور اكثر انه معهد يعني معتمد من طرف المعهد الامريكي. شنو بغيت نقول لكم البنات؟ وهاد البطاقه تتكون عندك كما قلت لكم بطاقه ديال المتدرب، هذه تتكوني هازاها معاك في الساك ديالك، يعني تتباني انك تتقراي شي حاجه يعني. مهم بطاقه تتخاد يعني تكون فيها لي كوردوني ديالك، بطاقه اللي تتنفعك يعني مستقبلا غتنفعك حتى هي غتحتفظي بها، كتعطي واحد القيمه. وبالنسبه للبنات وكيعلموك في هاد الدبلوم هذا، تيعلموك منين تشري المواد الخام اللي هما تيتحضروا بهم داكشي ديال لي ماسك، راه ماشي داكشي غير عشوائي كما كيقولوا تيتصيب غير ماسك، لا تيداروا معاهم واحد المواد خام اللي تيتشراو، وهما تيوريوكم منين تشريهم، عمليه التسويق كيفاش تعاملي مع السوق لانك تتكوني اول مره خارجه للميدان، فاش تديري المشروع ديالك ان شاء الله كتعلمي كيفاش تسوقي داكشي ديالك. زائد حاجه اخرى انا تقول لي ما نسيتكمش، راه جبت لكم كاع لي ديتاي. كيعلموك منين تشري لومبالاج باش تصيبي داكشي، لانه ديما فاش الواحد تيدير واحد الماركه ديالو ولا تيدير الشركه ديالته ولا تيدير واحد المحل ديالو، خصو يكون عندك واحد لومبالاج تيعطيه قيمه. فهما تيعلموك حتى هادشي انك تاخدي تصيبي حتى لومبالاج، كيفاش تصيبي لومبالاج، منين تاخديه، كيفاش تبيعي المنتوج ديالك، كيفاش تعاملي مع الكليان. المهم داكشي كامل تيعلموه لك البنات، نصائح اللي هما عمليه البنات، يعني عمليه للتسويق، يعني باش تبيعي المنتوجات ديالك وتبحري وتخرجي في السوق. فهاد المشروع هذا البنات مشروع مربح، تنقول لكم انا علاش تشجعت. اول حاجه يعني غيسولوني البنات واش انا باغا ندير مشروع، انا حاليا ما نقدرش لانني راكم عارفين مع التربيه وشحال من حاجه عندي الحماله، ويلا يكون عندي التربيه باقي زايده ان شاء الله، فصعيب عليا الحال يعني ما نقدرش ندير. ولكن هذه واحد الحاجه اللي تعجبني بزاف
يعني زوينه ليا انا اصلا. درت طيب راسي شامبوانات الزيوت داكشي كريمات طبيعيه فوندو تنصيبو راسي داك هذا واقي الشمس نصيبو راسي. المهم شحال من حاجه اللي نقدر نصيب راسي تتحسي بواحد السعاده. ومستقبلا علاش لا نقدر ندير شي حاجه بحال هكا شي باج ولا شي حاجه اللي يكون بحال هكا فيها التسويق وداكشي نبيع فيها المنتوجات ممكن يعني. ولكن حاليا تبغيتكم حتى نتوما تدخلوا ديروا هادشي لانه الدبلوم راه ما غاديش يضيع لك، غيبقى عندي هادشي هنايا وبنادم تيبقى يراجع. فهذا مشروع البنات مربح وتجيكم لوكازيون انكم دابا مع الحجر الصحي بنادم جالس في الدار يستافد. واخا تكوني تتقراي في الجامعه تقراي شي خدامه ديري شي حاجه ديري حتى هذا والله حتى ينفعكم البنات. عرفتي راه شحال من وحده وبعدا نقول لكم واحد الكلمه واحد الباج تنعرفها معروفه حتى هي ما نقدرش نجبد السميه ديالها لانه تيبقى داكشي خصوصي ديال الشخص. الى عرفتي قريبه 800000 ابوني، قريبه 800000 ابوني في الانستغرام فولورز في الانستغرام دايره مشروع ديالها مع هادو اللي قرات عندهم البنات. يعني الا زدتي طورتي راسك وكنتي من النوع اللي عزيز عليك تخدمي على راسك راه غتمشي بعيد. هذا مشروع اللي مربح مربح. المهم هادشي اللي كاين البنات هادشي اللي قدرني عليه الله معاكم باش نقولوا لكم. نتمنى انكم تكونوا فرحتوا لهذه الفكره اللي انا خديتها بالنسبه ليا وكذلك لكم نتوما البنات غادي يعجبكم هادشي يعني يكونوا على يقين. غير هو بالنسبه للدبلوم البنات انا علاش اختاريته لاول حاجه لانه فيه متابعه يعني غادي يبقاو متابعينك توريهم لي برودوي منين تصايبيهم تستشري معاهم تسوليهم واش هادشي مزيان واش هادشي ما مزيانش يعني غادي يعطوني كاع لي ديطاي. هذا هو باش عجبني انا هاد القضيه هادي واللي شجعني كثر دخلت مع هاد المعهد لانه تواصلوا معايا قبل بزاف يعني باش بحال هكا شي قلت تيقترحوا عليك واش بغيتي تدخلي معانا وداكشي. الصراحه كانت عندي فكره ولكن اللي شجعني كثر هو بنت خالتي فاش دارت داكشي زدت شجعت كثر. يعني تيبان ليا داكشي انه اول حاجه دخلت في واحد الميدان اللي هو مربح، ثانيا يعني انا بالمستقبل تنفكر هادشي، ولكن ثانيا انها خدات سير المهنه بواحد كما تيقولوا جاد اراء واستحقاق. يعني خدات واحد المهنه تخلى داكشي الراس مزيان يعني تنشوفها بروفيسيونيل. يعني واخا كاين اللي غيسمع اونلاين يقول لك لا بالعكس والله الا قرايه احسن من المباشر. المهم بلاك بالنسبه للاثمنه باش نقول لكم الاثمنه باش مشيت مشو دايخين وداكشي وتستاورت مع هاد الناس قلت لهم الا بغيتو نبارطاجي لكم في اليوتيوب لانني انا اللي دويت معاهم على بخصوص المدرسه يعني بخصوص الدراسه وداكشي فاقترحت عليهم قلت لهم الا بغيتو عطوني كود برومو اللي غنديروا للبنات. فاقترحت عليهم كود برومو اللي هو اسيا بيوتي اللي بغات كود برومو صالح لاسبوع فقط يعني داروا معايا قالوا لي سيمانه فقط. اللي بغات تدخل سيمانه فقط اللي كاين هاد كود برومو من بعد غادي يسالي لانه في الشهاده البنات اللي هي سيرتيفيكيت اللي فيها شهر ثمن 1300 درهم. بالنسبه للبنات قبل كان 750 درهم الى عقلتو شحال هذه 750 درهم. علاش؟ لانه ما كانش معتمد من طرف المعهد الامريكي لانه دابا تزادوا عليه امتيازات وليتي تقراي في السيت ما بقيتيش تقراي في الواتساب. يعني اختلاف تام على شحال هذه 1300 درهم بالنسبه للشهاده البنات. وبالنسبه للبنات اللي باغيين يديروا الشهاده حتى هي معتمده من طرف المعهد الامريكي 2250 درهم. البنات اللي باغيين يدخلوا هذه هي اللي انا درتها ولكن هذا جبت لكم حتى هو كود برومو يعني من بعد اسبوع ما غاديش يبقى هذا هو الثمن غادي يتزاد في الشهادات بجوجهم. عطاتني فقط اسبوع والبنات اون فوا غادي يتحجزوا الاماكن صافي غادي يسدوا التقياد ديال هاد المرحله هذه غادي يتحبس داكشي. فدخلوا وتواصلوا معاهم البنات اللي باغيين يتسجلوا انا جبت لكم كاع داكشي باش ما تبقاوش تالفين. البنات اللي باغيين يتسجلوا وما عارفينش كيفاش يدخلوا باش يتسجلوا معاهم غادي تواصلوا مع السكرتيره في الواتساب. غنخلي لكم الارقام هنايا تحت الفيديو في صندوق الوصف. دخلوا وتواصلوا مع السكرتيره في الواتساب ماشي مكالمه البنات لانه كاينين المكالمات عندهم بزاف. دخلوا وتواصلوا معاهم في الواتساب غادي تهضر معاك دي ميساج فوكال ماشي ابل البنات يعني دي ميساج فوكال باش غادي تهضري معاها وشحال نخلص شحال هادي يعني هادشي كله ضمانتي وكونوا مرتاحين والقلب ممسوح ما تخافو حتى شي حاجه. على حسابي تنقول لكم راه ناس من لافامي الناس تنعرفهم وانايا شخصيا راه خلصت يعني انا شخصيا راه دخلت انخرطت معاهم يعني يكونوا مرتاحين على فلوسكم تنجيبش لكم انا شي حاجه لا تهلكوا فيها الحاجه اللي غادا تستهلك بلا ما تهلك. دخلي عند السكرتيره وقول لها بغا نتقيد غادا تعطيها لي كوردوني ديالك ياك قولها شنو بغيت نتقيد واش ديبلوم ولا بغيت شهاده. ديك الساعه تتخلصي
تتقول لك فين غادا تخلصي، تتعطيك يا اما عن طريق الويسترن يونيون يا اما عن طريق البنكه، تتعطيك لي زوبسيون اللي غادي يناسبوك واللي انت غادي يناسبوك، يا اما البنكه يا اما الويستر يا اما هذا عن طريق سميتو يعني فيرمون، تدوزي فيرمون بالبنكه وداكشي. هادو الطرق اللي غادي تتعطيك اوبسيون، تي تتعدلي وحده تصيفطي لها الفلوس وتصوري ليها الروسي انك صيفطتي الفلوس، عاد باش ديك الساعه ملي تاخدي الروسي تتحقق انك خلصتي، ديك الساعه تتصيفط لك هي روسي، يعني روسي اللي هو رسمي، يعني فيه داكشي شحال خلصتي وفيه كلشي لي كوردوني ديالك انك راه خلصتي، تيبقى عندك داك الروسي كحجه انك مخلصه. صافي في الانستغرام راه غنخلي لكم حتى الصفحه ديالهم باش تشوفوا المنتوجات، تشوفوا التصاور ديال داكشي اللي غادي تعلمي تصيبيه، يعني شحال من حاجه. الانستغرام ديال الاستاذات وهذا الاستاذات والدكتورات بجوجهم في داكشي كامل ان شاء الله، ولكن ما تواصلوش معاهم في هادشي في الانستغرام، راه ما غاديش يقبلوا لكم التقيات ديالكم، دخلوا الواتساب اللي غنخلي لكم لتحت. في اي بلاد كنتي فيها، في اي بقعه من البقاع الكره الارضيه تقدري تسجل. بالنسبه لبنات الشهاده الاولى اللي هي سيرتيفيكيت، اللي هي سيرتيفيكا، هذيك هذيك غتنفعك انت باش تخدمي، تتسمي خدامه انك عندك واحد قريتي على داكشي، ولكن الدبلوم البلاد فين ما كنتي راه غادي يخدم لك، يخدم لك في المغرب وخارج المغرب، يعني البلاد اللي على برا كيسولوا حتى هما كيقول كيفاش غادي ندير، واش هذا غيخدم ليا، تتشدي داك الدبلوم تديه لبلاصه ولا كاينين دي سيت اللي تتوثقي بها داك الدبلوم وصافي، يعني تيولي متوثق على داك البلاد اللي انتي فيها، يعني متوثق وغادي يخدم لك في البلاد اللي كنتي، فين ما كنتي في المغرب ولا على برا، هذا راه المعهد الامريكي البلاد، حيدو ليا مكاينش اللعب. هادشي اللي كاين البلاد. المهم غنمشي دابا باش نمشي نعس، باش غدا ان شاء الله غنوريكم فين غنمشي. حاولوا انكم البنات تواصلوا معهم في هذا الاسبوع هذا، كود برومو نماري الانستغرام كلشي البنات في صندوق الوصف تحت من الفيديو، دخلوا غتلقاو هادشي كامل. بوسه لكم كاملين فتيات، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. ويا صباح الخير يا البنات، كلشي مزيان، كلشي وهداك، كلشي مصايب، كلشي مزيان، ان شاء الله تكونوا مرتاحين وعلى خير. غنتقاسم معكم واحد البلاصه صيبتها، يعني غير شي حاجه بسيطه، حتى من بعد نزيدو نزينو عليها وندير لها ندير لها هذا البابيي وداكشي باش يكون الموديل ديالها زوين. غندير لها هذا داك البابيي بان اللي تيكون في الحيط، داك الوول بيبر غادي نديرو ان شاء الله، ولكن ماشي دابا راكم عارفين لانه فيه شويه التماره، خارجين شي موديلات زوينين تيلصقوا في الحيط ان شاء الله. غادي نشوف واحد الموديل اللي خرج بحال هذا تيبري، نتوما شوفوا خديت البنات هادو شوفوا كيفاش دايرين بوكسز تيداروا فيهم داكشي ديال، حتى نوريكم شنو غندير فيهم. خديت منهم جوج، كاين هذا كنا ربدا ارين تيتعلق فيهم لانه عزيز عليه ركب على هادشي غيتهرسوا، لانه من الداخل مطيبين بحال تقولوا بالكارطون. شوف البنات خديت هادو من ويلكو البنات، هنايا شتو غادي نحيد غادي نجبد كاع الجاكيطات غنخلي هنايا في هاد الماريو. شوفوا الماريو يلاه طويت هذيك المره الحوايجك، شتو مع دابا الكرسي ما بقيتش نقدر نطلع في الكرسي، تنخاف نطيح الصراحه. شنو وليت ندير؟ كنجيو تنحط الحوايج تيترون وليت هبطاهم لتحت قرابين ليا، لانه ما نقدرش نبقى نتعلى كل مره بحال هكا نهز الحوايج وداك الشيء، اما الايامات العاديه راه عندي عادي ماشي مشكل. المهم البنات هنا شنو غندير، غنجبد كاع الجاكيطات اللي عندي، كاع اللي عندي هنايا غنجبدهم باش يكونوا داك البلاصه غنخليها خاصه للجاكيطات، وهنايا غادي نحاول داك الفوق غندير غنحاول نقاد لي شي ستيل من بعد ماشي دابا، يعني غادي ندير لي غير غنحاول نعلق الكساوي داكشي ديال هذا نخليه خاص غير بالبيجامات، حيت هنايا علاش قررت البنات تما كنت بغيت ندير بحال الكساوي شي حاجه بحال هكا نقاد واحد البلاصه للبيجامات، ولكن فكرت انه هنايا هذا طويله لانه عاليه غادي يجيني الكساوي مزيان لانه لتحت ما كاين حتى شي حاجه، تما مع غادي ندير داك البوكس داك لي بوكس ما غاديش تجيب مزيان القضيه. هنا البنات هاد البيت هذا ديال الخزين قال لي كل مره وليتي تحطي فيه حاجه، وليتي بشويه بشويه تتعمري فيه، قلت لي غير هادشي لانه هاد هادو يلا بغيت نبدل الفراش ديال الناموسيه، شي حاجات اللي باقا باغا ننظمهم في البيت، داكشي علاش البنات حاطاهم قرابين ليا، اما راه غادي تخوا وغادي تشوفوا كيفاش غادي يولي ان شاء الله.
النظام زوين البنات تبقاي مرتاحه وتتلبشي الحاجه نيشان، اما الروينه تتخربقك الصراحه وكتضيع لك وقتك. هنا البنات هاد العلاقه هادي راه عندها واحد الفيسات ديالها ها هما هنايا تيلصقوا باش تتشد لك القياس. قال لي دابا انا ما لصقش لك هذاك البياسات باش تتشد مزيان وخا تقري عليها، قال لي ما لصقهمش لك حتى تشوف القياس ديالك واش مناسبك بالنسبه للجاكيطات وداكشي. قلت لي خلي لي ساعه نعلقهم ديك الساعه عاد باش غادي يبان لي داكشي كيداير باش نعرف القضيه كيدايره. والبنات ديما تنقول لكم تشات عليكم شي حاجه، البنات اللي كاينين في الانجليز راه كاينين الجوامع اللي يعني تتحطيهم داكشي تتحطي كيكونوا دايرين واحد البوكس كبير تتحطي داكشي وتيبيعوه للجمعيات وتيستافدوا من فلوسه بالناس اللي هما محتاجين فعلا مهاجرين. وهذا راه تيتباعوا كيتباعوا اونلاين تيكون فيهم الفلتاج يعني تيجيوك على القياس اللي بغيتي يعني تيكونوا طاي ستوندار نديرو من الجهاز تيكونوا طاي ستوندار في نفس الوقت تيكون هذا شي يقولوا ليه تيكونوا طاي ستوندار وكاين هذه ما عرفتش منين خديناها واقيلا من ويلكو على ما اظن من ويلكو البنات تنظن من ويلكو موجودين هاد العلاقات حتى اونلاين البنات اللي باغينهم اونلاين راه تيتباعوا. انا البنات قولوا لي دابا كيجي هادشي واش هادشي ماشي غزال تيبانش داكشي مقاد ومزيز ومصايب. شوفوا هانتوما داكشي مقاد حتى المساحه التحتانيه يعني دابا بلا ما غنحتاج نقول لي صافي غير ركب لي الفيسات يركب لي الفيساج باش تيشدو داكشي تيشد مع الحيط مزيان يعني بالفيساج باش ما يبقاش نكون 100% مامن عليه. هادو تيتباعوا هاد لي بوكس هادو تيتباعوا تقريبا وقيلا ب شنو نقول لكم شي صافي نقولوا 60 درهم الواحد كيتباعوا بحال هكا كتحليه هكا بهذا الشكل هذا وعاطينك هادي باش تتشدي ترصي بها الوسط تتحط لداخل بحال هكا باش يولي هكا. شوفوا شحال زوينه. انا بصراحه كنت بغيت ناخذهم صغيوري كان معايا باختيار قال لي لا قال لي من الاحسن كبير لانه نعرف الباكاج ديالك قال لي كثير ما تيتقاداش. غادي نديرهم هنايا في هذا البوكس هذا بحال هكايا السايكل اللي تنستعمل يعني ما كاينلاش نبدا ندير شي سايكل اخرين يعني بحال هكا ديال العرايد وداك الشيء خليهم يعني عندي مخبيهم في واحد الصاك ما كاينلاش نبدا نجبد في الروينه نهز غير داك السايكل اللي في العاده بحال كنخرج السخار ولا ندير هكا نلقاو حدايا ولا الايامات اللي فاش يكون ما خدام ولا تنخرجوا ولا هذا. هانتوما شوفوا البنات كيفاش جا داكشي منظم هذا حتى هو ندير فيه هذا بقى هذا السطح الاخر راه غنهزو تنهزو في العاده راه كاين لتحت ولي مبليه يعني ما تنبغيش نبدل السايكل بحال هكا ندير 18 بحال هكا اللي تنستعمل خا حاليا ما بقيتش نستعملهم. انا البنات كيفاش جا داكشي منظم مستيكي مازال نقدر ندير ديكورات هنا الا بغيت بحال كاين واحد كيبان بحال شي يقولوا لي تيكون وسط منه الشمعة وداكشي كتكون كبيره نديرها الوسط ندير شي ديكورات تما ولا عندكم افكار شنو نزيد هنايا قولوا لي عطيونا الراي ديالكم البنات كي جاش صافي ملي تسالي ما شاف حد هادشي لانه راه غايبه باش نحل عليه الباب سد عليه الباب بحال هكا بحال تقولوا بلاكار يعني هاد البيت كان غا مليوح فيه داكشي ومازال قلت لكم غنزيد نحلق عليه يعني غندير ليه داك الوول بيبر باش يجي زوين وتا هاد الارضيه هادي غنبدلها لانه هادي غير الشياطه ديال الموكيطه اللي درناها هادي بحال تقولي غير محطوطه فهمتوا كيفاش يعني هادي ما بغيتش نلصقها يعني قال لي اش بالك نلصقها لك باللصقه قلت لي لا خلي هادي شي غنبدلها يعني هادي شي غنبدلها ان شاء الله. صافي البنات هادشي اللي كاين الله صافي بالنسبه لهادي عرفتي ارتاحيت تمسح لي القلب من جهتها كنت هازه لها واحد الهم. هنا البنات كما قلت لكم ما نقدرش نقادو دابا هذا غادي ندير فيه قفيط ناض جليل بات كساوي بحال هكا كساوي ديال بحال هكا كساوي ديال عيد ميلاد ديال داكشي ديال الحفله ديال جبادورات داك هذاك القنيضرات اللي تلبسهم في الدار داكشي غنعلقو هنايا والبيجامات غنديرهم الفوق ولتحت نحاول نخليه خاوي خاص داكشي بحال هادو بلاش نوريكم ديال التنظيم اللي تنظم فيهم اللي تندير فيهم داكشي ديال الطاقيات ملابس داخليه وداكشي هادو هما اللي غادي ندير فيهم نخليهم لتحت لانهم نازلين ما غاديش يديرونجوني ماشي بحال في الاول السايكان طالعين يعني شحال من حاجه شحال من حاجه ماشي هذيك. دابا الحمد لله داكشي تقاد وتصايب يعني كيمسح القلب بقى لي غير نهار هاد المريوم كنكذبش عليكم غيبقى مرون بحال هكا حتى نحس براسي هذيك. من البلاش ديال الكرش اللي تندهن به حاليا ها هو شوفوا خوا مابقاش فيه بزاف وهذا البنات هذا احسن كريم منكذبش عليكم الصراحه صدق ليا
احسن صدق ليا في واحد الجانب احسن من بيو اويل بصراحه، يعني صدق احسن من بيو اويل. غتقولوا لي علاش؟ بيو اويل بلا زوين، ولكن من واحد الجانب تيبقى كرشك مزيته، يعني تتبقاي بحال هكا تقولوا كتلصقي شويه. هذا كريم يعني زوين بزاف الجوانب، يعني بصحي اكثر من بيو اويل، يعني باش نكون معكم صريحه صدق ليا مزيان. هذا البلا تاخذوه من بوتس، من سوبر دروغ، من شنو نقول لكم فين عاوتاني، وفيه بزاف الحوايج، ما فيهش الكولاجين، ما فيهش هذا البارافين، البارافين خايب البنات ما مزياناش، داك فيه الكولاجين البنات، فيه ارغان، فيه زبده الشيا، فيه الالاستين، فيه بزاف الحوايج اللي مزيانين اللي تستافد منهم وحده، وغني بالفيتامين او، يعني فيه حاجات اللي زوين بزاف. وهاد لا مارك البنات راه فيها حتى ديال البيبي، هاد كوكو ابوت فورمولا، هاد لا مارك هادي زوينه، كاينين برودويات حتى ديال البيبي. بوسه لكم كاملين، السلام عليكم.